بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. معكم الطالبة والمتسابقة خديجة جمعي من ولاية تلمسان. الحمد لله، وصلنا إلى ختام هذه الرحلة المباركة، وسعيدة جدا أن من الله علينا بالوصول إلى نهائيات هذه المسابقة التنافسية العظيمة، بعد أن جمعنا الله عز وجل على مائدة القرآن في هذا الصرح العظيم، معهد تاج القرآن الكريم، مع مشايخنا الأكارم حفظهم الله تعالى، الذين نهلنا من علمهم وأخلاقهم وأدبهم ما شاء الله أن نتعلم، وأخواتي اللواتي تشاركنا معا هذه الأيام الرمضانية القرآنية المباركة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا وينفعنا بما تعلمنا وتلونا. مرحبا أختي خديجة، افتحي المصحف على الصفحة 177 من سورة الأعراف، أو من آخر صفحة من سورة الأعراف، من قول الله جل جلاله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما إلي
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حسبك بارك الله فيك أختي ختيجة.